السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع بفيديو جديد من ألمانيا. بهذا الفيديو أصدقائي رح نحكي عن موضوع يعني منتشر جدا في ألمانيا ولفت نظري، وموضوع حساس للجميع، هو موضوع الزواج في ألمانيا وليش الشباب ما عم يتزوجوا في ألمانيا أو عم يتأخروا بالزواج في ألمانيا وعم يتوجهوا للألمان وللأجنبيات في أوروبا وفي ألمانيا بشكل عام. طبعا أصدقائي شاركوا في القناة، فعلوا زر الجرس وندخل بتفاصيل الفيديو وليش الشباب أسباب اللي تدفعهم لعدم التفكير بالزواج واللي أسباب اللي عم تدفعهم للزواج من أجنبية وألمانية. طبعا أصدقائي أنا شفت كذا تقرير على وسائل التواصل الاجتماعي وشفت شباب حقيقة يعني كتير هون بالهايمات بالكامبات اللي صاروا لهم سنين، اللي صاروا سنة أو سنتين، يعني كلهم تقريبا نفس التفكير. أحد أسباب اللي حقيقة تجعل الشباب ما بتفكر بالزواج في ألمانيا هو غلاء المهور من قبل أمهات أو آباء البنات أو من البنات نفسهم. طبعا الشاب اللي بده يروح يتزوج أو يخطب عم يرفعوا المهور بشكل غير طبيعي، 30,000 يورو، 40,000 يورو، 50,000 يورو. فهذا الشيء لما بيسمعه الشاب بيتفاجأ، بينصدم، كأنه بيحس أنه عم يشتري شيء قطعة، شيء للبيت، سيارة أو أي شيء آخر. طبعا كل الاحترام والتقدير للنساء وللبنات، ولكن هذا الشيء غير منطقي. شاب عم يشتغل شهرية 1500 يورو بس مهر بده يدفع لوالد البنت أو والدته 30,000 يورو، 40,000 يورو. فأول ما بيسمع هذا الرقم الشاب فورا بيهرب وبيشوف وراه. فغلاء الأمور شيء حقيقة منتشر جدا في ألمانيا، وصار الموضوع يعني قريب جدا للتجارة. فإذا كان في انخفاض المهور يعني شيء معقول، أي يعني لا طرفين ما ينضروا، لا الشاب ولا البنت، لا عائلة الشاب ولا عائلة البنت. نحن نعرف أن أغلبية الشباب هون في ألمانيا جايين بدون عوائلهم، فليش ما نكون إيد واحدة؟ ليش ما نساعد بعض؟ نشوف، نسأل عن الشاب، نشوفه مرة مرتين ثلاثة. إذا شاب عم يدور على السترة، وإذا عنده شغل أو إذا عنده دراسة، أو شاب آدمي، فما في داعي للـ20,000 و40,000 و50,000. ما في داعي نحول الموضوع إلى تجارة. فممكن الشاب البنت يشوفوا بعض، يتفقوا، بعدين البنت ممكن تضغط على أهلها أنه خلص ما في داعي تطلبوا مبالغ مالية كتيرة. ليش؟ مادام نحن متفاهمين وفي ود وفي حب وفي احترام بيناتنا وفي تقدير وقادرين نحمل مسؤولية وجاهزين نعيش مع بعض، فما في داعي لدفع مبالغ كبيرة من المال ونحط الشاب بموقف محرج جدا. لأنه نحن بمجتمعاتنا بالشرق الأوسط يعني الحمل الكبير بيجي على الشاب وأهله، المهر وما مهر وهي الأمور والحفلة. هي أصلا المصاريف غير المهر بتروح بلاوي، 5,000 و10,000، ممكن توصل لـ20,000. عندك الحفلة والصالة وهي الأمور والتجهيزات والبيت. فنرحم بعض شوي، نرحم بعضنا مشان نكون بحياة أفضل، حياة جميلة، وما يكون يعني بعد ما تتجوزوا، بعد ما يتجوز الشاب والبنت، يعني يكون في نوع من أنه خلص أنا دفعت فيك 20,000 30,000 وهلا عم تساوي فيني هيك. لا، فما في داعي. هذا خلصنا من المهور، مشكلة المهور، وهي مشكلة كبيرة كتير يعني لازم نحكي عليها ونوقف عليها بشكل مستمر وبشكل أكبر، ولكن اختصرتها شوي. ثانيا، الشاب اللي بيجي من دولة عربية هون، شاب اللاجئ والمهاجر، عربي سواء كان أو غير عربي، عم يتجه للبنات الأجنبي، البنات الأجنبيات الألمانيات سواء بنات أو نساء. يعني في منهم متجوزين مرات سابقة وعم يتفاهموا مع الشباب العربي الموجود هون وعم يتجوزوا. في شباب بيقبلوا هذا الشيء. شو اللي بيدفعهم ليقبلوا هذا الشيء؟ بيدفعهم انه غلاء البنت اللي من بنت بلده، غلاء المهر وكل شيء عم يحملوه على ظهره، رح يدفع يوصل تكاليف الزواج والعرس الى 100,000 يورو. فلا، بيفكر هو انه خلص بدي الألمانية تفهمني، بفهمها، بتقدرني، قدرها، بتحبني، بحبها، ما في مهر ولا أي شيء، ولا اشتري لها أي شيء فورا، يعني بس جيبها على البيت وخلص. فكتير من الشباب عم يتوجهوا للبنات الأجنبيات
ويعني عم يتقبلوا فكرة الزواج من ألمانية وأجنبية، ونسبة بسيطة نسبة قليلة جدا دخلوهم للإسلام. ولكن كمان في شباب بيرفضوا هذا الشيء، العادات والتقاليد بيرفضوا بالرغم من أنه بنت بلدهم صعبت الأمور عليهم. طبعا في كمان شيء آخر، عامل آخر هو الدراسة. في كتير من البنات بيقولوا نحن عم ندرس حاليا مو ناويين نتزوج، بيكون أعمارهم 20 سنة 25 30 سنة، بيقولون نحن عم ندرس وما في عنا فكرة أنه نتزوج حاليا. هذا كمان هذا موجود، هذا الشيء موضوع الدراسة. أيضا التكبر، كتير من الأشخاص بيشتكوا من التكبر في ألمانيا، خاصة الرجال عم يشتكوا من النساء، الشباب عم يشتكوا من البنات. التكبر يعني عم يحكوا أنه بعد ما توصل البنت أو المرأة لألمانيا عم تتغير كتير، عم يكون في تكبر، عم تشوف حالها علينا، عم تتغير يعني أخلاقها أو شكلها أو منظرها أو لباسها أو طريقة كلامها. فعم يشتكوا من أنهم غيروا عاداتهم، غيروا تقاليدهم، غيروا أخلاقهم هون بألمانيا. طبعا يعني كمان السوشيال ميديا بتلعب دور كبير كتير، اللي عم يطلعوا على التيك توكات وعم يفتحوا حالهم، ويعني بثوث مباشرة أحكام وما أحكام، وحقيقة يعني المحتويات الهابطة كمان تلعب دور في توعية المجتمع، فنكون منتبهين على هذا الشيء. هلأ في نسبة قليلة جدا أنه بتدور على السترة، وهذا الشيء نحن مو مختلفين عليه. في عوائل، في بنات مثلا، في أمهات، في آباء بيكون فعلا بناتهم عم يدوروا على السترة، هن بدهم سترة بناتهم، وهذا الشيء نحن ما بنختلف عليه، ولكن نسبة قليلة جدا يعني بتروح بتختفي مع النسبة الكبرى اللي طالب مهور غالية وطالب أشياء خيالية. طبعا بالإضافة إلى المشاكل العائلية اللي بتصير بعد الزواج، في مشاكل عائلية كتير بتصير وبتدفعهم لشو؟ تدفع الأمر إلى الطلاق. لهيك عم نشوف أنه ما في تفاهم بين الأزواج في ألمانيا، ما عم يتحملوا بعض، عم يتطلقوا بأسباب بديهية، وخاصة مجال تيك توك ما تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، كتير من الناس اتطلقت، وهذا الشيء أنا بعتبره شيء محزن جدا أنه بدون سبب. يعني إذا بتسألوا الشيوخ كمان 90% 95% من حالات الطلاق بيقولوا أنه غير شرعية، غير جائز، غير واردة في الدين أيضا. فننتبه شوي، نتحمل بعض، نتفاهم، بيكون في اختلافات، في بتصير مشاكل بين الأزواج، أنا كمان عندي عائلة بتصير مشاكل، بتصير سوء تفاهم، أو شخص بيكون معصب شوي، الواحد بده يتحمل الثاني شوي، هذا بده يتحمل، الزوج بده يتحمل الزوجة، الزوجة بده تتحمل الزوج، في أطفال بالموضوع، حرام يعني شو ذنبهم الأطفال. فلازم نتحمل بعض. الزوج، أنا هون لا بلوم الزوج ولا بلوم الزوجة، ولكن يعني أبسط شيء، أبسط مشكلة عم يروح الموضوع للطلاق، فما بيجوز هذا الكلام. نتحمل بعض شوي، خاصة العوائل اللي عندهم أطفال. أيضا أنا لاحظت شيء وقابلت كتير من الشباب، أنه بعد مرة مرتين ثلاثة خطبوا وأثناء الخطبة فشل الموضوع، يعني قرروا إنهاء الموضوع، فشل الموضوع، ما تجوزوا، ما صار زواج. وفي شباب عم تنهار نفسيا هيك. في شباب مثلا بيكونوا حابين البنت أو معجبين بالبنت أو أخلاقها وحاكين مع عوائلهم، ولكن ما بيمشي الأمر، ما بيمشي الحال. في أشخاص بعرفهم مرتين ثلاثة كمان وبعدها انهاروا نفسيا، إذا بيكونوا عايشين لوحدهم بينهاروا نفسيا بشكل سريع جدا، لأنه الشاب لوحده وألمانيا هون في اكتئاب، والحياة الاجتماعية تقريبا ضعيفة هون بألمانيا، وكل يوم شغل، فبينهار نفسيا بسهولة جدا. فننتبه على هذا الموضوع أصدقائي، ما في داعي إذا شخص، الشاب البنت معجبين ببعض، حابين بعض، مقدرين بعض، محترمين بعض، فما بعتقد انه مشكلة المال هي عائق. نرحم بعض شوي، لا تطلبوا مبالغ خيالية، انتوا ما عم تبيعوا بناتكم يا اهالي البنات. طبعا كل الاحترام، كل محبة لأكبر مني الأصغر مني، كل محبة والاحترام لألكم، ولكن لازم تكون سترة البنت هي الأولوية وليس المال. هلا إذا أنت أعطيت بنتك
لشخص اوكي اعطاك 40,000 يورو 50,000 يورو وكان في طلاق بعد يومين ثلاث ايام بعد اسبوعين ثلاث اسابيع، شو راح يكون موقفك؟ شو استفدت؟ لا، اذا كان الشخص عم يشتغل، اذا كان الشخص اخلاقه وحياته واهله مربينه بشكل صحيح بشكل مزبوط وبيعرف شو اللي له شو اللي عليه، فلا تطالبوا بمبلغ خيالي. ممكن تطالبوا ب 5000 يورو 4000 3000 يورو 7000 8000 تشتري فيها اغراض للبنت، لباس ما لباس وهي الاشياء، ولكن ما في داعي ل 40000 و50000. هذا الشيء يعني بعتبره مبالغ فيه كتير. فاصدقائي ان شاء الله يكون الفيديو يعني يكون في نوع من التوعية ويكون مفيد، واتمنى ان نكون قد وفقت بشرح الموضوع والاسباب، اسباب عدم الزواج، ابتعاد الشباب عن الزواج في المانيا. اي حدا كان عنده سؤال او استفسار او استشارة اكتبوا بقسم التعليقات، ولا تنسوا كمان اصدقائي تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. نلقاكم في فيديو اخر. سلام.